مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم بدي أحكي لك شغلات كثير ضرورية تعملها وشغلات كثير ضرورية ما تعملها إذا أنت حابب تدخل في مجال التصوير أو إذا أنت هوايتك التصوير. خلينا نبلش بسرعة. أول شغلة من الأشياء اللي أنت ما لازم تعملها طول حياتك إن أنت زلمة بتحب إنك أنت تصور أو إذا أنت حاب تدخل في مجال التصوير أو إذا أنت دخلت أوريدي في مجال التصوير، أوعى تفكر حالك صرت محترف قد ما توصل مراحل. دائما ضلك تعلم وضلك مارس وضلك اقرأ وضلك اتطلع. وأول شغلة من الأشياء اللي لازم تضلك تعملها دائما طول ما أنت بتصور، صور في كل الحالات والأوقات، صور في كل الحالات والأوقات ولا تستنى الوقت المناسب 100% للتصوير. دائما صور في كل الحالات، درب إيدك وتعود أنك أنت شو ما كان الكونديشنز أنك أنت تصور. الشغلة الثانية اللي ما بدك تعملها بالمرة وأنت بتصور أو في حياتك خلال عمليات التصوير، أنك أنت أوعى تصور دائما بنفس الإعدادات، لأنه دائما بيتغير معك الكونديشنز من ساعة لساعة ومن دقيقة لدقيقة، خاصة إذا أنت كنت من الناس اللي بتصور outdoor، لأنه الشمس راح تتغير، الغيوم راح تتغير، المباني راح تتغير، الظلال راح تتغير، درجة الألوان راح تتغير، وكمان خاصة إذا أنت بتصور subject متغير، الموضوع اللي أنت قاعد تصور فيه متغير، فديفينتلي ما راح تزبط نفس الإعدادات لكل الكليكس اللي راح تكبسهم عشان تصور. فدائما انتبه للعدسة أو انتبه دائما للإعدادات. الشغلة الثانية اللي أكيد راح تسويها وأنت زلمة بتحب التصوير، إنك أنت دائما اقرأ كثير عن التصوير، نظريات التصوير، مواضيع التصوير، أفكار التصوير، إيش اللي بدك تصوره، كيف تصوره وإلى آخره. المهم دائما اقرأ. من الأشياء اللي ما راح تسويها في حياتك الفوتوغرافية، أوعى تعتمد على بطارية واحدة، أوعى تعتمد على بطارية واحدة، لأنه إذا اعتمدت على بطارية واحدة دخلت في الحيط أكيد. من الأشياء اللي أكيد لازم تسويها دائما في حياتك الفوتوغرافية، إنك تطلع على صور كثير 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 كثير. التغذية البصرية شيء كثير مطلوب في الأوقات العادية اللي ما عندك فيها شغل في التصوير، إنك أنت تطلع على الصور في كل المواضيع أو في كل المواضيع اللي أنت انترستد فيها. أما إذا في عندك specific photography session، فأنت روح تطلع specifically على الأشياء اللي أنت matching أو زي الإشي اللي أنت رايح تصوره أو الفوت سيشن الموجود عندك. يعني إذا أنت مثلا عندك فوت سيشن أو رايح تصور أكل، فتشوف كتير صور عن الأكل. إذا أنت رايح تصور portrait، روح شوف صور كتير portrait. إذا البورتري للكيدز، روح شوف للكيدز. إذا البورتري فيميل، فروح شوف للفيميل. أدلت ميل، فروح شوف للأدلت ميل. So دائما try to match the case studies with أو to align the case studies with the needs اللي أنت رايح إنك أنت تصورها. شغلة كثير 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 ضرورية، أوعى تعدل كل الصور اللي بتصورها. وهي الشغلات اللي أنا بحكي لك إياها هي أكيد صارت معي وأكيد لسه بتصير معي، بس أنا بنصحك عشان أنت ما تدخل بنفس الغلط اللي أنا بدخل فيه، ما تعدل كل الصور اللي بتصورها. شغلة لازم تعملها دائما، خد معك ترايبود وين ما تروح بدك تصور، خد معك ترايبود، لانه ما رح تعرف متى رح تحتاجه، سبيشالي اذا رحت تصور في اللو لايت او اذا رحت تصور اندور او اذا رحت تصور في الليل. في كل هاي الحالات انت رح تحتاج الترايبود ديفينتلي، لانه اللو لايت رح يكون اي حركة في الكاميرا وانت بتصور رح يعطيك شيكينج بشكل كثير كبير. شغلة كتير ضرورية اوعى تعملها اذا انت بتصور، اوعى تكتفي بصورة او تنتين للسبجكت اللي بتصوره، سبيشالي اذا انت لسه جديد عم تدخل على مجال التصوير. دائما صور كثير صور للسبجكت تبعك، وديفينتلي ما تروح تصور 2000 صورة للسبجكت تبعك، يعني بس صور عدد كافي اللي انت لما تروح لما تطلع على الصور بدك تختار منهم. في مرة راح يكون الموديل مسكر عينيه، في موديل مرة راح يكون مسكر تمه او بضحك زيادة او الشمس ضاربة كثير في عيونه او الى اخره، كثير سيتويشنز. سو ما تكتفي بصورة واحدة او تنتين للتوبك تبعك. شغلة انا بعتبرها من اهم النقاط اللي لازم تعملها في حياتك الفوتوغرافية، انك انت تتعلم وتتعود دائما تتعامل مع المانيوال سيتنجز تبع الكاميرا، وما تضلك دائما حطها على الاوتو، لانه انت اللي بدك تتحكم في ايش الاتموسفير اللي انت بدك تعكسه من الصورة اللي انت قاعد تاخدها. فما تخلي السيتنجز على الاوتو، لا، دائما انا بنصح انك انت تتعامل مع المانيوال والسيتنجز الثانية الموجودة في الكاميرا.
شغله كثير ضروريه انك انت ما تعملها في حياتك الفوتوغرافيه شو ما كانت الكاميرا اللي معك، اوعى تعتمد في التشيك على الصور اللي انت قاعد تاخذهم في السايت تبعك او في اللوكيشن اللي انت قاعد بتصور فيه على شاشه ال سي دي تبعت الكاميرا، لانه دائما 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 راح تخدعك. اذا راح يطلع الموضوع اوت اوف فوكس، او راح يطلع الاشي اللي بالفوكس مش هو الاشي اللي انت بدك اياه، او راح يطلع اللايتنج مش زي ما انت شايفه، او راح يطلع فيه شيكينج انت ما انتبهت عليه على السكرين. سو ما تعتمد على السكرين الصغيرة تبعت الكاميرا في انك انت تشيك على الصور وانك انت تقول اه هاي بدي اياها هاي بدي اياها. من الاشياء الكثير مهمة اللي انت لازم تعملها اذا انت كنت بتصور او اذا انت داخل على الفوتوغرافي لايف، انك انت اول ما تخلص السيشن وصلت على البيت تمسك الميموري تنقل الصور على الكمبيوتر بعدين سوي اللي بدك اياه، لانه اذا ما عملت هيك ديفينتلي راح توقع في مقالب على كيفك انت، اكيد ما راح تحب انك انت توقع فيها. في نقطة كثير مهمة أنا وقعت فيها وغلطت غلطة هيك حلوة ودمها خفيف، إذا كاميرتك مش ضد المي اوعى تجرب. يعني إذا أنت مش متأكد 100% إنه الكاميرا اللي معك هي كاميرا ضد المي، ما تروح تصور عند مكان فيه مي. أنا في واحدة من الكاميرات اللي قاعد بستخدمهم رحت أصور، كان الموديل عند الشط وكان التصوير عند الشط، مسكت الكاميرا نزلت في الكاميرا قربت شوي على المي، الموجة أعطت شوية حيل عبت الكاميرا، فالحمد لله ما خربت الكاميرا، بس وقتها الكاميرا طفت وما قدرت اكمل السيشن لانه تباغتت في المي. فاوعى تجرب موضوع الووتر بروفينج الا اذا انت متاكد 100% انه انت كاميرتك ووتر بروفينج. من النقاط الكثير مهمه في موضوع التصوير انك انت تشارك في مسابقات كثيره وتشارك في تشالنجز كثيره، حتى لو انت متاكد انه انا مش الشخص اللي راح يفوز. يا جماعه صورتي ضعيفه انا يعني ليش بدي اشارك في هاي التشالنجز؟ لا، امسك الصوره وروح شارك في التشالنجز وشيك شو التشالنجز اللي بتنزل دائما، لانه ديفينتلي دائما هاي راح تعطيك افكار كثير ايش بدك تصور وكيف بدك تصور، وتشوف الناس اللي فازت ليش بتفوز، وتشوف البرودكت تبعهم ليش فاز، وليش صورتهم احسن من صورتك، ليش بتجيب فوتس اكثر. فدائما شارك في المسابقات وشارك في الابلكيشنز اللي فيها تشالنجز، في الويب سايتس اللي فيها تشالنجز، لانه هذا غير انه هو راح يعطيك ابيليتي انك انت تعمل تغذيه بصريه هائله، هو راح يحفزك بشكل كثير كبير انك انت تستمر، راح يعطيك افكار كثيره انك انت تكمل. فهاي بوينت كثير مهم انه نضل دائما نعملها في مجال التصوير. في نقطه كثير مهمه انك انت ما تعملها بحياتك كلها، اي صوره بتصورها بتحفظها وبتعدلها اوعك تشطبها لو بعد 100 سنه ما بتعرف متى راح تحتاجها. سبيشالي اذا انت بتشارك في مسابقات فجأة بيطلع عندك مسابقة والله انا صورت الصورة بس شطبتها، فاوعى تمحي اي صورة. وانا الحمد لله من داي ون ونس بلشت اصور وكنت خلص اني انا هادي بالنسبة لي هوايتي، ما في صورة شطبتها. اوكي بختار بعد ما اخذ الكارد من الكاميرا واحطها على الكمبيوتر بختار مين الصورة اللي بدي اياها ومين الصورة اللي ما بدي اياها، بس بعد ما حكيت انه هاي بدي اياها وعملت الايديت اللي انا بدي اياه عليها وسيرتها بالفولدر تبعها لليوم ما انمحت عندي ولا صورة، فكل الصور موجودين. وانا بنصحك انه ما تمحي ولا صورة من الصور اللي بتصورهم شو ما كان مستواها، سواء كان مستواها عالي او كان مستواها متدني، بالاخر انت راح تحتاجها او اتليست راح تفتخر، فخلي كل صورك عندك. من اهم النقاط اللي لازم تعملها واوعى توقع في المقلب انك انت ما تعملها لان انا وقعت فيه، اقرأ كثير منيح عن التولز والمعدات والمعدات والاكسسوارز تبعت التصوير وتبعت الكاميرات، واقرأ عن الكاميرات، اقرأ كثير 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 منيح، وقارن الاشياء ببعض قبل ما تقرر ايش انت بدك تستخدم وايش بدك تشتري وايش الاسعار، وقارن الاسعار في بعض وبعدين استقرأ اللي بدك اياه، لانه المقلب في التصوير او في الاكسسوارز او في الكاميرات حقه مصاري، فانت مش يعني مش حابب انك انت تخسر فلوسك على ايش انت راح تكتشف ليتر انه انت ما بدك اياه. فاقرأ كثير عن المعدات، اسأل الناس اللي انت حاسس انه هذول بيعرفوا، ما تروح تسال المحل نفسه اللي هو والله المحل ببيع هذا اكس البراند اكس بس بروح عليه بساله بقول له شو اشتري، ديفينتلي راح يقول لك اشتري البراند اكس وراح يطلع لك اياه احسن براند في الكوكب. لا، اسال ناس استخدموا كاميرات وتعاملوا مع الكاميرات وتعاملوا مع التصوير وتعاملوا مع الاكسسوارز واكلوا مقالب، بعدين انت روح قرر عشان انت ما تاكل نفس المقلب اللي هم اكلوه. في نقطه كثير مهمه انا بعتبرها اوعى تعملها،
اوعى يكون هدفك الاساسي من التصوير هو الفلوس، سبيشالي اول ما تبلش. الفلوس ليتر رح تيجي، يعني بالاخر الفلوس رح تصير تجيك لحالها، بس انت اول تبلش تصور. اذا انت ما بتحب التصوير لا تدخل التصوير، يعني لا تدخله بس والله انا بدي اشتغل فانا داخل بلشت اصور شريت كاميرا ما جانيش فلوس، ديفينتلي راح تطفي عندك هاي الهمة. اذا تحب التصوير ادخل على التصوير، اذا ما بتحب التصوير ابعد تماما عن التصوير. وبالاخر زي ما بحكي لك الفلوس راح تجيك، راح تجيك من غير ما تغلب حالك. واخر بوينت راح احكي لك اوعى تسويها انت، لا تروح تشتري اغلى قطعة. مش اذا الكاميرا اكس او اللينس اكس او الاكسسوري اكس سعرها اغلى اشي في السوق فهي احسن اشي، ديفينتلي لا. روح اشتري الاشي اللي انت محتاجه واللي سعره احسن versus او بمقابل الكواليتي اللي انت محتاجها واللي انت شايف انه yes this is the product اللي انا بدي اياه، مش تروح تشتري اغلى اشي. ان شاء الله بكون غطيت عدد كثير كبير من النقاط اللي لازم تعملها واللي لازم ما تعملها في التصوير، واللي هي I went through all of them، يعني انا ماشي او علقت فيهم كلهم. اشي كنت لازم اسويه ما سويته، واشي ما لازم اسويه سويته. من الاشياء اللي ما لازم اسويها سويتها هي انا ما كنت اعرف لما كنت اشتري، يعني كنت انا ما اقرأ كثير. فانت لا هلا هاي هدول صاروا قدامك، ان شاء الله بيساعدوك، ان شاء الله تاخذ القرارات السليمة. شكرا لكم، نشوفكم فيديو تاني.